هرمون، ثلاثة عليك هرمون، باي. عرف الجنر الفيرب اللي هانزم أكشن وهانزم أكشن. وحدة الريسبترز كوم على خلال الممبرين والأخرى تكون في السيتوبلازم، صحيح؟ Progesterone with the
I am Iman Karshika Karshikoy Karmon أو أفاتين السيرة كرمون. Yeah.
سموها البافلا هامب. وياي هاي الصور موجودة. هذا سموه المون فيس الوجه دائري وياي. وهذا سموه بافلا هامب. نانا سألكم حتى يسموها بالعامية. زين بافلا بافلا هام. زين ويصير كان عندهم أبدومين يعني أبدومين يصير الاستيقان والإمتينات كلش يعني مثل ضعيف رفيع بس منطقة البطن يصير عندهم أوبيسيتي سمنة بس هاي المنطقة. زين شنو العلامة يصير اسم نون وين جاي؟ زين الجوه مالتهم يصير بيها سلو هيلينج اوف شنو الكاتس ما بسع. ليش؟ لانه لما حيكون مرتفع لهم الكورتيزول راح يصعد لهم شنو السكر. ودائما السكر لما يرتفع بالدم الهيلينج اوف وند شنو تكون؟ تكون بطيئه لانه يعتبر بيئه مناسبه لنمو شنو البكتيريا. زين البكتيريا لما انا عندي مرتفع عندي مستوى السكر بالدم البكتيريا راح تعتبر هذا المكان بيئه مناسبه حتى فيصير المون هيلينج عندي قليل. بعد شنو يصير عندي فتيج تعب. زين increase the skin infection عرفنا ليش كنا يصير بيئه مناسبه لنمو البكتيريا. وجلوكوز انتولرانس جلوكوز انتولرانس يعني يكون عندهم شنو مستوى السكر مستوى السكر يكون عندهم مرتفع. الهدف صداع المون فيس والبافيا هم حكينا المالكولر ويكنس يعني الكتلة العضلية مالتهم يكون بيها ضعف مالكولر ويكنس. السكين البشرة مالتهم تكون رقيقة يصير بيها ثني زين ويصير بيها يسموه سترايا يعني مثل التشقق. زين تشقق سترايا. زين يصير عندهم اكني ويصير عندهم excessive impairment يعني عندهم زيادة بإنتاج وغزارة الشعر زين أو يسموه جماعة البوليسيستيك يسموه hirsutism. زين بالنسبة للreproductive بالنسبة للفيميا وبالنسبة للفيميا بالنسبة للفيميا يصير عندهم irregular أو absent of شنو menstrual periods. زين يصير عندهم على انتظام الدوره الشهريه. وبالنسبه للنا يصير عندهم شنو الريكتال ديسفانكشن. الريكتال ديسفانكشن يصير عندهم قصور او يعني قله في القدره الجنسيه اللي موجوده عند الذكاء. زين العظام مالتهم ايضا تكون دائما عندهم الام بالعظام. ضغط الدم يكون مرتفع هاي بلاد بريشر عندهم جلوكوز انتولرانس هاي يعني انتبهوا لها. يصير عندهم انكزايتي تعرفون شنو يعني انكزايتي؟ اي يعني واحد هيك معصب وقلقان وشي دائما واحد متوتر يقول لك هذا عنده انكزايتي. زين يعني شنو ما مرتاح irritability او لوز اوف ايموشنال كنترول. زين ما يعني ما يسيطر عليه ما عنده كنترول على مشاعره خربت. زين يصير عندهم كونكتيف ديفيكولتيز ما يركزون زين. ويصير عندهم ايضا ديكريز بالليبيدو اللي هو نقصان بالشهوه بشكل عام سواء عند الميل او الفيميل. تمام فعند الميل والفيميل يصير عندهم لوز اوف ليبيدو. وبالنسبة للفيميل يصير عندهم اضطراب وانقطاع بالدورة الشهرية irregular هي عادة تصير اضطراب أو عدم انتظام. وبالنسبة للرجل يصير عنده أو للميل يصير عنده erectile dysfunction. أكثر سبب لـ Cushing disease هو شنو هو؟ زيادة الكورتيزول نتيجة لشنو؟ نتيجة لأخذ أدوية الكورتيزول بشكل غير منتظم. هاي أكثر شيء هذا الموست كومن كوز إنه بسبب الأدوية. إحنا دائما يعني حتى عندنا بلدان عربية تكون هواية يسموه prescription الوصفة الطبية prescribed drugs أو treatment كورتيزول.
فهذا الكورتيزول اللي ينطوه يعني بالوصفه عاده الكورتيزول يكون افكتيف ينطوها بفتره يعني قصيره. العلاج ما يكون يعني عاده يخلوها على شورت تيرم تريتمنتس يسموهم. عندنا علاجات لونج تيرم تبقى فتره طويله. عاده ادويه الكورتيزول لا شورت تيرم. وبعدين لما يوقفوا الانهيار يوقفوا يسووا له شيء اسمه تابرينج اللي هو يدون يقللون الدوز شوي شوية ويوقفوا له العلاج ما يوقفوا له راسا هاي اذا كان يعني يعطي دوزات مرتفعه زين عيني على حتى يصير عند المريض شوك فيسووه تابر. المريض مالتنا لما يصير فتره طويله يبقى احيانا يعني هو من كيفه يجتهد شوف روحه ما صار كل الزين ما له خلق يروح للطبيب شو يسوي؟ اعيد الوصفه هذا شغلك انت الصيدلان لما يجيك واحد يشوف البريسكربشن مالته الوصفه تاريخ قديم ويقول لك عمي انا هاي الادويه انت لازم تشيل هاي الادويه اذا بيها كورتيزول شنو؟ معناته انت لازم تعرف انه مو بكيفك تنضي هذا العلاج لازم تقول له عمي ما يصير هذا تجدد هاي الادويه لانه بعدين يعني يكون بشيء ويصير بشيء ثاني صح لو غلط؟ زين فالمفروض انت تنصحه انه يرجع يراجع الطبيب المختص اللي بداله اصلا هاي الوصفه. لانه احتمال يقلل له الجرعه يغير له العلاج ادويه الكورتيزول خط احمر. هاي العلامه مال الحمراء وعليها هيك خط ماكو خطر هالشكل. فالموست كومن كوز اما يكون سبب عدم يعني الانتظام ادويه الكورتيزول هاي اولا او سبب ثاني عندي انا تيومر اكتوبيك تيومر اكتوبيك يعني خارجي عندي تيومر في مكان ما وهذا التيومر دا ياثر على السكريشن مال الاي سي تي اتش وبالتالي اللي هو مين يجي من البيتويتري جلاند وبالتالي ياثر على السكريشن مال الادرينال جلاند كلها وخصوصا الكورتيزول واضح؟ فهذا هو كوشنج ديزيز وهاي العلامات مالته زين هذا بالنسبة للكوشين اللي هو زيادة الكورتيزون. نجي هسه العكس اللي هو اديسون ديزيز. اديسون ديزيز شو يصير فيه؟ بالعكس نلقي عندنا نقصان بالكورتيزون. هسه سبب عادة يكون بسبب خطورة بالاي سي تي اتش. يعني الاي سي تي اتش يكون عندي منخفض فبالتالي راح يصير الادرينال جلاند عندي الكورتيزول ايضا منخفض. اديسون ديزيز السكريشنز اوف ادرينال جلاند يعني مو بس الكورتيزول والالدوستيرون همين. ولما يصير الالدوستيرون قليل واحنا اتفقنا الالدوستيرون يلعب دور ايمن بالصوديوم ووتر ابزوربشن يزيد يرفع لي ضغط الالدوستيرون يزيد لي مستوى ال صوديوم. طبعا الصوديوم والبوتاسيوم متعاكسين يعني الصوديوم داخل الخلية لما يكون مرتفع بالانتراسيلولار لازم بالمقابل خارج الخلية شنو يكون مرتفع؟ البوتاسيوم حتى يصير عندي بالانس زين فيصير عندي هايبوناترينيا هايبركاليميا والعكس صحيح هايبركاليميا يعني ارتفاع مستوى البوتاسيوم هايبوناترينيا يعني انخفاض مستوى الصوديوم ما تضيها كاليميا ونترينيا حتى يصير بالانس بين الشحنات الموجبه الانتراسيلولار والشحنات الموجبه الاكستراسيلولار هالشكل لازم يصير زين فعندي هنا هسه هايبو ادرينالزم يعني كل الهرمونات اللي تعطيني اياها ادرينالين منخفض من ضمنها شنو؟ من ضمنها الالدوستيرون تعرف يأثر انه شو يصير عندي هبوط بالضغط بعد الكورتيزول لما يصير عندي انخفاض مستوى الكورتيزول راح يصير عندي حاله مرضيه اسميها اديسون ديزيز شنو البيشنت مالتي ايش راح يصير عنده احنا اتفقنا هسه ضغط منخفض سكر راح يكون مرتفع لو منخفض شو عم يرتفع؟ احنا مو قلنا الكورتيزول يساعد السكر فاذا كان هو منخفض فالسكر شلون يصير؟ منخفض فيصير عندهم هايبو جلاسيميا ذاك يصير عندهم جلوكوز انتولرنس او هايبر جلاسيميا هذا يصير عنده هايبر هايبو جلاسيميا زين وبعد
يصير عندهم خوف؟ شو يصير عندهم بعد العلامات؟ يصير عندهم شيء كلش واضح يسموه هايبر بيجمنتيشن. هايبر بيجمنتيشن يصير عندهم تصبغات. يصير عندهم البشره مالتهم تبدي تتحول تصير مثل البرونز برونزيه. زين برونز فهذا يصير عندهم هايبر بيجمنتيشن. لو بلاد بريشر ويكنس ويت لوس دول يصير عندهم ويت جين دول يصير عندهم ويت لوس. عندي صوره بدلتكم اياها مال مره هايج كبيره بالسن هسه طلع لكم اياها شلون شلون ضعيفه يصير عندهم ويت لوس. زين بالنسبه للاثر على كل شيء هي هاي الادرينال جلاند السبب مالتها اما الادرينال جلاند يصير نوت برودوس افشنس تيرويد هرمونز تيرويد هرمون. زين او انه اساسا من الاي سي تي اتش عندي مشكله بالبيتوتري والاي سي تي اتش ما يكون مرتفع وبالتالي الادرينال جلاند ما تعطي سكريشن الا للهرمونز مالتها. زين شو راح يصير اذا من الادرينال كرايسيس يعني مصيبة راح يصير عندي. شو راح يصير عندي تأثيراتها؟ راح يصير عندي فيفر يبقي فيشن عندي صخن راح يصير عندي convulsions نوبات فرع صار زين راح يصير عندي hypoglycemia اتفقنا عليها راح يصير عندي كوميدي وراح يصير عندي دياريا اللي هو تقيؤ والإسهال. زين بالنسبة للسكين يصير عندهم فتيليجو سامعين بها الفتيليجو بهاقة الفتيليجو. زين عيني الجاسترو انتستانال الجي اي تي هاي ايضا يصير عندهم نوزيا دياريا فوميتين يصير عندهم ابدومينال بين كونستيبيشن. زين كونستيبيشن ممكن ناس الشكل يصير عندهم وناس يصير عندهم يعني ممكن اما يصير عندهم دياريا او يصير عندهم بالعكس كونستيبيشن. واضح عيني يعني المهم عندهم يصير عندهم disorders بالجي اي تي يعني الجي اي تي مالتهم الجهاز الهضمي يكون ما مرتاح ما مرتاح. زين هاي بسببها كل شنو سالفه الانسفشنت ستيرويد هرمونز. هاي علامات مهمه هذا الاجسام وكوشن شوفوا هاي الاجسام يصير برونز بيجمنتيشن اوف سكين بشرتهم تبي تصير برونزية. زين بوستشرال هايبرتنشن بوستشرال يعني هذا اللي واحد يقوم ويقعد يحس روحه كم دايق احد اسبابه هو هذا ويت لوس يعني ما باقي اي شيء حجي منتهي هاي الكرايسس مالتها. شوف ايش يصير عندهم هايبوناتريميا الصوديوم يكون منخفض لان ماكو الدستيرون فماكو عندي صوديوم ووتر ريتنشن. بالعكس يصير عندي هايبر كريمي سيرم بوتاسيوم يكون مرتفع عمود يصير عندي بلس. زين عندي ويكنس هاي يصير عندهم اثنيناتهم الجي اي تي ديستربنس همينية وتشينج ان ديستربيوشن اوف بادي هير ما رايتها شوار. زين يصير عندها ايضا هير سيتيزم تمام هير سيتيزم عايز اورد شويه باقي يعني شوف ذاك كان تفر ابو الكوشن مون فيس وبافلو هامب. زين ذكر الصوره زين بينما هذا عكس تمام وهذا هايبو وهذا هايبو الهايبو قليل فهو حتى وزنه قليل ضعيف هوني حتى تخربوا بيناتهم. حاولوا هيك تسوون كودات بالمحاضره حتى تقدرون تحفظون لا تنسي الماده Thank you.
حاجتنا مدلة على الدوبامين الإبنفرين والنور إبنفرين أو الأدرينالين والنور أدرينالين. الفانشن مالتها الأدرينالين مدلة، نحن اتفقنا الأدرينالين هي مدلة شنو؟ كورتكس. خلنا نسك كورتكس وخلنا نشوف المدلة. المدلة اللي هو الأدرينالين أو الإبنفرين والنور أدرينالين أو النور أدرينالين، الوظيفة مالتها بشكل عام زين بالنسبة للمدلة سكريشن للأبنفرين والنور أدرينالين. ثنيناتهم البركيسة مالتها هو الثايروسين، عرفنا شنو الثايروسين حلقة CH2 مو صحيح، ترتبط لي كربون، الكربون مرتبط دائما بالمجاميع مالتها الأساسيين صحيح؟ الثايروسين هو البركيسة مال الأبنفرين والنور أدرينالين. يفرز عندي طبعا اللي تريدر مالته هو نيرفس ستيميوليشن، نيرفس ستيميوليشن عن طريق شنو؟ ريسبونس تو فيزيكال اور منتال ستريس. لما يصير عندك فيزيكال ستريس يعني حركه او منتال تفكير راح يروح يعال عصبي نيورو ترانسميترز يروح للبرين يقول لك حافز سوي ستيميوليشن لافراز عندي يجي اوردر للادرينال مدله حتى تفرز لي الابنفرين والنور ابنفرين. طبعا شنو يسوون؟ يفرز الحالات الفايت اند فلايت زين، يزيد عندي ضغط الدم، يزيد عندي الهارت بيت دقات القلب، يزيد عندي يعني السكر، الميتابوليك ريت تبدي الميتابوليك ريت مالته عندي تزداد، البرونكاي برونكاي طبعا هوايه تبدي يصير عندها دايليشن تتوسع عمود يصير اكسجين اكثر حتى الخلايا تقدر يعني تعطيني اي تي بي اكثر وبالتالي الجسم ممكن انه يتحرك. البؤبؤ مال العين يتوسع على كل حالات الخوف، حالات الستريس، حالات اللي عندك امتحان تجي الاسئله ما تعرفها زين. عين الهير ستاند اون ايدج يعني تشعرك بالخوف يقول لك شعر جسمي كله وقف، هو هذا التأثير مالته زين. يعني هاي عم تفهم يا سؤال الفاينل بس شنو هن الهرمونات مال المدلة كان الشرح هذا وشنو الفانكشن ماله؟ صعب؟ عليها 25 درجة 20% زين 20%. عليكم السلام. السلام عليكم. دكتور الله يخليك بس ربي أبوي يبي هي بها مشكلة، هي بها تيومر يؤدي إلى شنو؟ حالة مرضية تسمى
حالة مرضية اللي هو سرطان الغدة الفقرية، وبالتالي يصير عندي شنو؟ زيادة بإفراز المدلة هرمون خصوصا الإبنفرين والنوع زين. لا كل مرة شيء، يعني مرة أنا أقول لك مرة هيك جبت هيك سؤال، يعني مو شرط بنفس الامتحان، بس صار لي كم سنة يعني أتعرض، يعني أنا ليجي على هذا الكيا صلي 7 سنوات درس، يعني كل مرة يجيك السؤال شو مو هاي صفحة كلها معلومات زين. هسه نرجع للتسلسل اللي كنا عليه. سعيد خلصنا صحيح؟ صرنا للأسئلة الأخيرة. إيش الأول؟ إيش؟ البروتين. زين. سعيد نرجع. البرولاكتين بشكل عام يتكون من 198 هرمون امين، كل انسان عندي اللي هو هرمون الرضاعة البرولاكتين. البرولاكتين التحفيز مالته يصير خلال البريجنسي حمل، ويساعد على شنو؟ preparation of breast for future milk production. هو بس يساعد على تحضير البريست للرضاعة، after birth بعد الولادة prolactin promotes the synthesis of milk على تصنيع الملك. prolactin secretion مهم كلش تعرف انه انا رغم انه هو prolactin بس الهرمونات اللي تسوي له stimulation للsecretion والعكس يعني ما تجي على بالك، يعني هو prolactin رضاعة تخيل اللي يسوي له ستيميليشن للسكريشن هو هرمون الغده الدرقيه تي ار اتش، يجي على بالك مين يجي على بالك انه تي ار اتش زين، تي ار اتش هو الهرمون اللي يسوي له الثايرويد ريليزنج هرمون، يسوي له ستيميليشن للسكريشن مالته، واللي يسوي له ريبريشن تثبيت هو الاستروجينز والدوبامين. استروجينز والدوبامين، استروجينز خوشه يعني اللي هو احد انواع الاسترادايوس زين، بس الدوبامين هي شيء يعني دوبامين، شنو هو الدوبامين؟ دوبامين واحد من هرمونات المود بلاد هرمون، هرمونات المزاج اللي هو واحد من الدوبامين، بعد غير الدوبامين، دوبامين بعد ايش يعني ها؟ شنو؟ وين وياي يا ناني؟ يلا دوبامين بعد شنو عندنا؟ ادريناني؟ شنو له علاقة بالمزاج؟ ادريناني كان يوما من الشيء حالك يعني راح يدور على ذات الافكت
البلد ايش تسوي حتى يرجع مره ثانيه صاحبك؟ يعني مثلا انت تبقى احد لما تحكي ويا شخص نوبات ما تدري ما تعرف هذا شعور Yeah.
urination. Antidiuretics are one month. The one has many of the flowers, طبعا ايضا عندنا الاناث المواتين بارده حتى لما نكبر نكبر
لك دائما عندك ولد او بنت دائما الاهل يوصوهم انه خلي يحترمهم وكذا، لانه هذا اللي يعدل المزاج عندهم، هذا الشيء، هذا الحنان، هذا الكايندنس، لانه يفرز عندنا هرمون الاوكسيتوسين. زين يصير عندنا نيورال امباسز ريزلت فروم ستيميليشن اوف اي ما يساعد على ال يعني عمليه الرضاعه. الاستروجين also stimulate the production of oxytocin. يعني شنو الهرمونات اثر على الاوكسيتوسين؟ الاستروجين كذلك. الاوكسيتوسين قلنا يسبب contraction of uterus smooth muscle ويستخدموه ب الدوائر فارماكولوجيكال، يعني يطول سنتيك مصنع يطول ما اثناء الولاده حتى يساعد على عمليه الخطوة الأولى تصير بالليبر، زين؟ والخطوة
كثير. فبالتالي ما في فيتامين اقول هذا الهرمون راح يسوي لك خطوط جلديه. مين هذه الكالسيوم يصعد عندي؟ زين يعني اسمها الاسبريشن من البني. هاي وحده. موجودة حتى الممبرين.
بتعمل شنو من من الجي بروتين في الممبرين ريسبتار الجي بروتين والاكتي حول الاي تي بي والساكت اي ام والفيرست مسنجر والثاني مسنجر مو صحيح زين هاي الميكانيزم اكشنز اوف هرمون احنا اخذناها واذا كان لا ستيرويد هرمون تعرف شو الميكانيزم زين هو عباره عن بوليبيبتايد هرمون سنتسايز فروم البيتا سيل اوف ايزاك اوف لانجرهان اوف بانكريس هي سموها شنو جزر بانكريس زين انسولين ميني كنترول بلاد جلوكوز باي ذا فولوينج ميكانيزم شنو هي الميكانيزم يزيد الابتيك اوف جلوكوز باي بايبرس الابتيك يعني شنو اخذ او انتقال الجلوكوز عن طريق البايبرس increase utilization of glucose by stimulation of glycolysis. شنو يعني utilization of glucose؟ الجلوكوز بس يدخل الحليب يصير له عملية يسموها trapping تدخين اللي هو الجلوكوز ينضم لمجموعة فوسفيت وكربون رقم 6 يسموه جلوكوز 6 فوسفيت. هاي أول خطوة لعملية تحلل الجلوكوز glycolysis. هو بس الجلوكوز يدخل الخلية حتى الخلية تمنع وتقول لها دخول المعجون زي الروح انت طبيت الخلية بعد ما تطلع شنو يفعل القدرة يعني طب الخلية خلى قرر ما عندك الوضعية مال الخلية قال لك او طب ثالثة ما عندك تريد تروح خلية ثانية قلت له ما تصير ما تصير زين هي راح تسوي لها ليبل تعلمها تضيف لها تسوي لها مثل الحبل ضيف لمجموعة فوسفيت هاي يسموها يوتيلايزنج اوف جلوكوز هاي اول خطوة بالجلايكوليز منو اللي يحفزها؟ يحفزها وجود الانسولين هذا الانسولين زين يعني بعد استيميليشن كونيوجينيسيس اند انهبيت جلايكوجينوليز يعني شنو؟ يحفز عملية تكوين الجلايكوجين اللي هو السكر الزائد انا يعني شو جلايكوجين وتضبط عملية تكسير الجلايكوجين. انهبت اللايكوليسيس مو لايكوليسيس لايكوليسيس اللي هو تحلل الدهون. تحلل الدهون هو يتضبط. ليش طلاب؟ ليه يخلي تحلل الدهون؟ وليه يخلي تحلل مال الجلايكوجين؟ وليه يخلي لا هو كل اللي يسويه انه يشتغل على السكر. السكر يسوي له شنو؟ لايكوليسيس. هل اللي بس؟ انهبت الكونيوجينيسيس يتطبق عملية تصنيع السكر من مواد غير سكرية سواء كانت من دهون أو من البروتينات هذا الانسولين هذا شيء مختصر كلش عن الفانكشن مالته وإلا هو أكبر قطاع كامل عن الانسولين كل مال الانسولين يعني عالم عندي الانسولين شنو هو؟ الجلوكوزون الجلوكوزون عكسه هذا ينزل لي مستوى السكر بالدم الجلوكوزون يصعد لمستوى السكر ايضا هو بوليبيبتايد هرمون بس وايضا يخرج من البنكرياس ولكن ياها الالفا الفا سيل يسموه ايضا انتي انسولين هرمون لان الافكت مالته هو الاوبزيت اوف انسولين لذلك يسموه انتي انسولين هرمون الجلوكوزون ستيميليت ذا برودكشن اوف جلوكوز in the liver by promoting gluconeogenesis, يعني عكس الانسولين يعني يساعد على تحلل الجلايكوجين يساعد على صناعه السكر من مواد غير سكريه يعني اي شيء يساعد هو الجلايكوجين يتحلل شو يتحول جلوكوز من اني اخذ البروتين والدهن واصنع من عند السكر شنو راح يتبع لي جلوكوز شنو اخو طبيعي سبحان الله الله خالق حتى يطلع عندي الجلوكوز بدن راح يسوي لك الجلوكوزون معناته شلون يطلع عندي هذا الجلوكوزون مالتي يا حاله اكو بتحاول قلت لكم يصعد السكر عندي عافية حالات الستريس سواء كان منتل او فيزيكال حالات الخوف حالات الامتحان ذلك احنا عندنا نظريه شو تقول؟ تقول هذا صار في سكر خطيه من الاب وإحنا أمهاتنا وفي بيعتنا أمهاتنا بعد
ايام زمان بيبيات ملود فعلا لما يقول لك هذا سامعين ليها ولا من وراء الهبطة عم يشوفها وشنو الهبطة؟ هبطة ستريس ستريس صعدت عندك الكوكوغون صعدت عندك الكورتيزول يشكل عدسك سيد المفروض بالحالات العادية يرجع كلشي مرة ثانية بس إذا كان الإفكت مالها كلش قوي ممكن يصير عندك ديس أوردر ولا مو ممكن مال بالنهاية هو شنو؟ إنسان دمولة زين فهذا دور هاتك سؤال هذا.